السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقه اللي غادي نخصها لواحد الموضوع مهم اللي هو موضوع اعلانات الشغل او لي زانونس دو طرافاي. بزاف تاع الناس تتسائلوا على هذه لي زانونس دو طرافاي كيفاش تيكونوا. فكما تعرفوا اغلب الحوايج اغلب الاماكن اللي ممكن تلقاو فيها اعلانات الوظائف هي المواقع، هذه الاولى. ومن بعد كاين الجرائد. غادي نركز على الجرائد لان بزاف الناس ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع هاد لي زانونس اللي تيكونوا في الجرائد. فخصنا نعرفوا بان في الولايات المتحده الامريكيه بان كل مدينه او كل ولايه عندها الجرائد ديالها. يعني انت مثلا ساكن في بوسطن، كاين جرائد تاع بوسطن، ماشي جرائد وطنيه، جرائد تاع الولايه بوحدهم، جرائد تاع الولايه نيويورك بوحدها، جرائد تاع فلوريدا بوحدهم. فهمتوا؟ فكل ولايه عندها جرائد ديالها وكل مدينه عندها جرائد تاعها. ولو كانت هذيك المدينه مثلا مدينه صغيره فتلقى عندها جرائد ديالها. بالنسبه لشراء الجرائد ممكن الانسان يتصفحهم اونلاين، يعني في الويب سايت تاعهم. هما جميع الجرائد اي حاجه في الولايات المتحده الامريكيه عندها موقع خاص بها، او ممكن تمشي تشريهم من الغاز ستيشن، او كاين واحد محل تاع بيع الجرائد، يعني بحال صناديق تيكونوا في الطريق، تترمي الفلوس وتحل الباب وتجبد الجريده اللي بغيتي. بالنسبه للاعلانات تاع الشغل، فالاعلانات الشغل تختلف، يعني الجريده ملي تلقى فيها اعلانات شغل تلقى انواع الاعلانات، يعني ناس تاع البروفيسيونيل، ناس تاع الميديكال، ناس تاع الهندسه، ناس تاع درايفرز، على الشيفوره، على الشوفور، بزاف تاع العناوين تاع لي زانونس في الجورنال. فاما تلقاهم مبوبه، يعني عندها واحد الاسم بحال هايرين، او تلقى وونتد. اوكي، بالنسبه للاعلان اللي تيعجبك، ف هما في الاعلان ملي تيكونوا مثلا مهايرين، يعني بيوظفوا انسان، فاغلبيه الوقت اما تيقول لك مثلا صيفط ريزيمي اونلاين، يعني تعطوك ايميل، او تيقول لك اتصل بهذا النيميرو باش تزكي رونديفو، او تيقول لك جي ان بيرسون، يعني جي شخصيا باش تعطيهم السي في ديالك مثلا ويدوزو معاك لونتروتيان، او يزكيو معاك رونديفو باش يكون عندك لونتروتيان. كما قلت لكم الاعلانات مختلفه ولكن مبوبه، داكشي يعني مرتب يعني مزيان. فتتلقى كل اعلان وتيكون عنده العنوان ديالو، مثلا تيكتبوا لك درايفرز وتكتبوا لك لي طاش اللي بغاو او المعلومات اللي بغاو خاصهم درايفر. من بعد تجي مثلا نيرس، يعني انفيرميير، وتتلقى معلومات اللي خاصين بغاو على الانفيرميير، يعني داكشي واضح. كما تنقول لك ممكن يشري الانسان الجرائد اللي هي رخيصه بزاف هنايا في الولايات المتحده الامريكيه. فكاين جرائد اللي تديرو 75 سنت، يعني اقل من دولار، وكاين جرائد اللي تديرو دولار، وكاين اللي قلت لك الا ما كان عندكش الفرصه ان الانسان ممكن يشوفها اونلاين. فعلى العموم هذا موضوع سهل، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، وداكشي يعني هي يعني بمزاولة، يعني الانسان يمشي للغاز ستيشن يشري واحد الجورنال ويقلب على خاطرو. وهادشي تنصح به جميع الناس اللي جايين جداد، راه في الجرائد تلقاو اعلانات تاع فرص عمل. لكن على العموم من احسن الحوايج باش تلقاو فرصة عمل هو انه الانسان يمشي يقدم في محل اللي فيه العمل، او انه يمشي يتقيد في ورك فورس اللي هي لانابيك في المغرب عندنا مثلا، اللي هو تيقول ليه مكتب القوى العامله، وتما كيساعدوك تقيد في الموقع، الا كان شي حاجه تيتصلوا بك، الا كان شي جاب فير تيعيطوا لك، يعني بحال هادشي. ففي نهايه الحلقه نتمنى حظ سعيد للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.